واحد من أهم وأشهر القادة العسكريين ويمكن أكترهم إثارة للجدل والنقاش في تاريخ مصر الحديث، والوحيد من قادة حرب أكتوبر اللي ما تمش تكريمه وتجاهله الرئيس الراحل أنور السادات في الاحتفالية اللي عملها في مجلس الشعب لقادة حرب أكتوبر بعد ما انتهت بانتصار الجيش المصري. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، واللي اتولد في قرية تابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية في 1 إبريل سنة 1922، وكان أبوه من أعيان المركز واتنقل على القاهرة بعد ما يخلص سعد مرحلة الابتدائية وكان عمره وقتها 11 سنة، ويخلص مرحلة التعليم الإعدادية والثانوية في القاهرة، وبعدها يدخل الكلية الحربية في فبراير سنة 1939 وكان أصغر طالب في دفعته. كان عمره تقريبا 17 سنة بس لما دخل الكلية الحربية، ويتخرج منها في يوليو سنة 1940 برتبة ملازم في سلاح المشاة. ويشارك الشاذلي في كل الحروب تقريبا من أول الحرب العالمية الثانية لما كانت القوات المصرية والبريطانية بتواجه القوات الألمانية في الصحراء الغربية سنة 1941، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية ومن بعدها حرب فلسطين تبدأ علاقة الشاذلي بجمال عبد الناصر تقوى، وكان في ما بينهم علاقات أسرية بحكم أنهم كانوا ساكنين في نفس العمارة مع بعض في حي العباسية في القاهرة، وكانوا بيتقابلوا تقريبا بشكل شبه يومي، ويفتحوا عبد الناصر بالانضمام للضباط الأحرار في سنة 51، وانضم الشاذلي فعلا للتنظيم ولكنه ما شاركش في ليلة 23 يوليو بشكل مباشر، وده بسبب انشغاله في دورة تدريبية في كلية أركان الحرب. وبعد الثورة وفي سنة 53 يسافر الشاذلي للولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تدريبية متقدمة في المظلات، وكان برتبة رائد وقتها، عشان يرجع بعدها ويأسس سلاح جديد في الجيش المصري وهو سلاح المظلات، ويكون قائد ليه اعتباره من سنة 1954، ويقود الكتيبة 75 مظلات أثناء فترة العدوان الثلاثي على مصر، ويستمر الشاذلي في قيادة سلاح المظلات لحد سنة 1959، وتمر السنين والشاذلي يثبت كفاءته في كل منصب بيمسكه في الجيش لحد ما يظهر كفاءة نادرة وقدرة كبيرة جدا على القيادة والسيطرة والمناورة في حرب 67. في الوقت ده كان الشاذلي وصل لرتبة لواء، وكان قائد لمجموعة خاصة من وحدات وتشكيلات مختلفة عبارة عن كتيبة مشاة وكتيبة دبابات وكتيبتين من الصاعقة بمجموع أفراد حوالي 1500 ضابط وجندي، وكانت المجموعة دي كلها معروفة باسم مجموعة الشاذلي. وكانت مجموعة الشاذلي في مهمة لحراسة وسط سيناء، وبعد ضرب سلاح الجو المصري وتدميره على الأرض في صباح يوم 5 يونيو 67 تاخد القيادة المصرية وقتها قرارها بالانسحاب الغير منظم واللي أربك القوات المصرية في سيناء وخلاها تنسحب كلها بشكل عشوائي وبدون أي غطاء جوي، وتحصل الفوضى والخسائر البشرية والمادية اللي كلنا عارفينها، ويتقطع الاتصال ما بين الشاذلي ورجالته وبين القيادة في سيناء، وكان مطلوب منه يفكر في حل للموقف وسط ما كان شايف الطيران الإسرائيلي خلاص بقى مسيطر تماما على سماء سيناء، فياخد الشاذلي قرار جريء ويتجه بقواته كلها للشرق. وقبل ما تغرب شمس يوم 5 يونيو كان الشاذلي ورجالته عبروا الحدود الدولية وتمركزوا جوه الأراضي الفلسطينية وفي قلب صحراء النقب بعمق 5 كيلو متر تقريبا، ونجحوا في تحقيق ده من خلال شريط ضيق بعيد عن مسار الطيران الإسرائيلي، وتفضل مجموعة الشاذلي متمركزة في النقب لمدة يومين وياخدوا موقع ما بين جبلين لحمايتهم من الطيران الإسرائيلي لحد ما ينجحوا في النهاية في تحقيق اتصال مع القيادة العامة في القاهرة اللي أصدروا ليهم الأوامر بالانسحاب فورا، وطبعا الأوامر العسكرية لازم تتنفذ، فيستجيب الشاذلي للأمر ويبدأ في عملية الانسحاب مع غروب يوم 8 يونيو، وطبعا مع ظروف في منتهى الصعوبة أقرب للمستحيل، وده على اعتبار أن الشاذلي كان ماشي بقواته على أرض مسيطر عليها العدو تماما ومن غير أي غطاء جوي، وتقريبا كده ما بقاش معاهم مؤن كفاية من الأكل والشرب، ولكن وبمشيئة الله ينجح الشاذلي وفي منتهى الحرفية في أنه يقطع سيناء كلها من شرقها ولحد الشاطئ الغربي لقناة السويس بمسافة حوالي 200 كيلو متر تقريبا، ويرجع بقواته ومعداته بالسلامة وبنسبة خسائر ما تزيدش عن 20%، وتكون مجموعة الشاذلي آخر مجموعة تنسحب من سيناء. ومن بعد اللي حصل في 67 يكتسب الشاذلي سمعة طيبة جدا في الجيش المصري، ويتم تعيينه قائد للقوات الخاصة والصاعقة والمظلات، ودي كانت المرة الأولى والأخيرة في الجيش المصري اللي تم فيها ضم قوات الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة تحت قيادة واحدة.
وفي أثناء حرب الاستنزاف كانت إسرائيل بتقوم بغارات على منطقة البحر الأحمر وتقوم بعمليات خطف للمدنيين وتدمير للمنشآت، واللي وصلت لذروتها في حادثة الزعفرانة يوم 9 سبتمبر سنة 69. ويشوف جمال عبد الناصر إن الشاذلي هو أنسب شخص يقدر يوقف اختراقات إسرائيل لمنطقة البحر الأحمر وتأمين المنطقة كلها، فيعينه قائد لمنطقة البحر الأحمر العسكرية في أوائل سنة 1970. وفعلا ينجح الشاذلي في وقف عمليات الاختطاف اللي كانت تقريبا شبه يومية، وكانت بتتوجه لمدنيين وموظفين بغرض أسرهم من جانب القوات الإسرائيلية. ويتوفى الرئيس جمال عبد الناصر ويتولى الرئيس أنور السادات الحكم. وطبعا في أوائل فترة حكم السادات كلنا عارفين مرحلة عدم الاستقرار في الأجواء السياسية في مصر، والصراع المشهور ما بين السادات وبين ما سمي بمراكز القوة من رموز الحكم الناصري. وفي يوم 16 مايو سنة 1971، وبعد يوم واحد من إطاحة السادات بمراكز القوة وبقايا رموز حكم الرئيس جمال عبد الناصر، يعين الرئيس السادات الشاذلي رئيس للأركان، على اعتبار أنه كان راجل معروف بولائه للجيش وبس، وما كانش محسوب على أي طرف من الأطراف المتصارعة على الساحة السياسية في مصر في الوقت ده. وبيقول الشاذلي في مذكراته أن تكليف السادات ليه بالمنصب ده وفي المرحلة الحرجة دي من تاريخ مصر كان مبني على ثقة السادات فيه وفي إمكانياته، على الرغم من أن هو ما كانش الأقدم، وكانوا بالتكليف ده بيتخطى أكتر من 40 لواء أقدم منه. وبعد ما يتولى الشاذلي منصب رئيس الأركان تبدأ الخلافات تظهر ما بينه وما بين الفريق محمد صادق وزير الحربية في الوقت ده، والخلاف الأكبر ما بينهم كان على خطة العمليات الخاصة بتحرير سيناء. وده عشان الفريق صادق كان شايف إن الجيش المصري مش المفروض إنه يقوم بأي عملية هجومية إلا إذا وصل لمرحلة تفوق على العدو من حيث المعدات والكفاءة القتالية للجنود، وبعدها بس ممكن يفكر الجيش المصري في إنه يقوم بعملية كاسحة يحرر بيها سيناء. أما بقى الشاذلي فكان شايف إن الكلام ده مش هيتماشى أبداً مع الإمكانيات الفعلية للجيش ولا حتى الإمكانيات المستقبلية، وكان شايف إن الجيش ممكن يقوم بعملية هجومية في حدود إمكانياته الحالية، واللي بيها يقدر يسترد 10 أو 12 كيلو متر في عمق سيناء. ويقتنع السادات أكتر بوجهة نظر الشاذلي، وبناء على كده وفي يوم 26 أكتوبر سنة 1972 يقيل السادات الفريق محمد صادق ويعين المشير أحمد إسماعيل بدلا منه كوزير للحربية والقائد العام للقوات المسلحة، واللي كانت حال التقاعد في أواخر أيام الرئيس جمال عبد الناصر بعد الغارة الإسرائيلية على الزعفرانة في سبتمبر 69. وبعيدا عن ان المشير احمد اسماعيل كان متحل التقاعد وكان بعيد عن الجيش وتفاصيله لمدة سنة ونص تقريبا، كانت المشكلة الاكبر في اختيار اسم احمد اسماعيل هي وجود خلافات ما بينه وما بين الشاذلي، واللي بطبيعة الحال اثرت على مجرى الاحداث في حرب اكتوبر بعد كده. بالبلدي كده كان الاتنين مش بيطيقوا بعض. وترجع جذور الخلافات ما بينهم لسنة 1960، وده لما تصادف وجود العقيد سعد الدين الشاذلي قائد الكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو، والعميد أحمد إسماعيل رئيس البعثة العسكرية المصرية اللي كان بعتها عبد الناصر لدراسة طرق نهوض وتطوير جيش الكونغو. ولما يحاول العميد فرض سلطته وسيطرته على العقيد بحكم الأقدمية والرتبة، يرفض الشاذلي الأسلوب ده في التعامل، وده لعدم وجود أي صلة ما بين مهمة كل واحد فيهم أساسا، وكان شايف أنه مش من حق إسماعيل يديله أي أوامر أصلا. ويوصل الخلاف ما بينهم لأشده لدرجة أنه في مرة من المرات كانوا على وشك أن هم يشتبكوا مع بعض بالإيد. وبعد سنين من اللي حصل في الكونغو، في يوم 10 مارس سنة 69 يعين الرئيس جمال عبد الناصر اللواء أحمد إسماعيل رئيس للأركان بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض. وفورا وبعد ما يسمع الشاذلي الخبر ده يروح على مكتب الفريق محمد فوزي وزير الحربية وقتها عشان يقدم استقالته، وفعلا يقدمها ويقعد في البيت لمدة 3 أيام بعيد عن شغله. ولكن في النهاية يتدخل عبد الناصر في الموضوع ويبعت له جوز بنته أشرف مروان لحد بيته عشان يقنعه بالرجوع عن قراره، مع وعد وتعهد من الرئيس عبد الناصر شخصيا بعدم احتكاك أحمد إسماعيل معاه بأي شكل من الأشكال. ويقتنع الشاذلي بالكلام ده ويرجع لشغله في قاعدة إنشاص اللي كان وقتها قائد القوات الخاصة فيها. وفعلا وعلى مدى 6 شهور قضاها إسماعيل رئيس للأركان رجله ما تخطيش قاعدة إنشاص لأي سبب من الأسباب، وما يحصلش ما بين الغريمين أي نوع من أنواع الاحتكاك خلال الفترة دي.
لحد ما يتحال إسماعيل للتقاعد بقرار من عبد الناصر في يوم 10 سبتمبر سنة 69، ويفضل إسماعيل على الحال ده لحد ما يستدعيه السادات بعد ثورة التصحيح ويمسكه منصب مدير المخابرات. ولكن في الفترة دي ما كانش فيه أي أسباب لوجود احتكاك ما بينه وما بين الشاذلي، بما إن ده كان في المخابرات وده كان في الجيش. ولكن لما يلاقي الشاذلي نفسه هيبقى مضطر يكون مع إسماعيل في مقر قيادة واحد، والكلام ده بعد ما عرض عليه السادات نيته في تعيين إسماعيل وزير للحربية، يحكي له الشاذلي على الخلاف القديم ما بينهم وبكل تفاصيله. ولكن السادات يطمنه بأن العلاقات ما بينهم هتتحسن، وإنها أكيد هتبقى أحسن من علاقته السابقة بمحمد صادق. وبيقول الشاذلي في مذكراته انه مفكرش المرة دي في الاستقالة، واضطر يقبل بالامر الواقع لسببين. السبب الاول عشان ما يتقالش ان الشاذلي مش عايز يدخل الحرب، والسبب التاني عشان ما يتقالش انه استقال تضامن مع الفريق محمد صادق اللي اقاله السادات. المهم انه في النهاية وبغض النظر عن الاسباب، يلاقي الغريمين نفسهم فجأة في مقر قيادة واحد وفي مكتبين جنب بعض، والظروف أجبرتهم على ضرورة التعاون والاشتراك في قيادة الجيش المصري مع بعض في فترة كانت من أصعب الفترات اللي مر عليها الجيش في تاريخه، وهي فترة استكمال التحضيرات للمعركة الهجومية اللي كانت كل الناس مستنياها لاسترداد الأرض والكرامة. المعركة اللي لازم نوثق ونأكد على إن الشاذلي وللأمانة التاريخية قام بمجهود خرافي وعمل شاق متواصل لإعداد الجيش المصري للمعركة المصرية دي من يوم ما مسك منصبه كرئيس للأركان. وعلى الرغم من التحسن الظاهري في العلاقة ما بين الشاذلي وإسماعيل، إلا إن اللي في القلب كان في القلب زي ما بيقولوا، وللأسف ما كانش ده في صالح القوات المسلحة أبداً. وإزاي هنقدر نقول إن الأمور في الجيش هتمشي بشكل طبيعي في الوقت اللي كان فيه انشقاق وعدم تفاهم ما بين اتنين بيمسكوا أهم منصبين في أي حرب، وهم القائد العام ورئيس الأركان؟ وخلونا هنا نقول إن مفيش أي خلاف على إن جزء كبير من غضب السادات وثورته الشديدة على الشاذلي في المراحل الأخيرة من الحرب، واللي هنعرف تفاصيلها بعد شوية، كان إسماعيل مساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الثورة والغضب دول، وده باستمراره في النقد الدائم لتصرفات الشاذلي وشكوته على طول من عدم انصياعه للأوامر، وطبعا الكلام ده مع الرئيس السادات. ومن ناحية تانية كان مبين ولاء كامل وطاعة عمياء للسادات، وكان حريص على انه دايما ما يزعلوش، لدرجة خلت السادات يتمادى في التدخل في الشؤون العسكرية وفي خطط العمليات بشكل طبعا ما كانش بيتفق أبدا مع هيبة القيادة العامة واحترام خصوصيتها. وكان في ترحيب شبه دائم من أحمد إسماعيل لاشتراك الرئيس السادات معاه في إصدار القرارات العسكرية الحساسة، وده طبعا ضمانا لعدم تحمل المسؤولية في حالة الفشل، بما إن القرار في الحالة دي يعني هيبقى قرار الرئيس. وده كله غير إن طبعا إسماعيل بينه وبين نفسه كان مدرك تماما فضل السادات عليه. المهم تمر الأيام على الحال ده، وتيجي اللحظة الحاسمة وساعة الصفر يوم 6 أكتوبر سنة 1973، ويجي وقت تنفيذ الخطة اللي كان حاططها الشاذلي للهجوم على إسرائيل وعبور قناة السويس، وكان اسمها خطة المآذن العالية. ويقول الشاذلي عن الخطة دي: صحيح ان ضعف دفاعاتنا الجوية بيمنعنا من اننا نقوم بعملية هجومية كبيرة، بس مين قال اننا عايزين نقوم بعملية كبيرة؟ احنا نقدر نقوم بعملية محدودة بحيث نعبر قناة السويس وندمر خط بارليف ونحتل من 10-12 كيلو متر شرق القناة. وكانت الخطة دي قايمة على محورين مهمين. المحور الأول هو إن إسرائيل ما تقدرش على تحمل الخسائر البشرية، وده نظرا لقلة عدد أفراد جيشها. والمحور الثاني هو تطويل مدة الحرب، فإسرائيل وفي كل حروبها السابقة كانت بتعتمد على سياسة الحروب الخاطفة اللي تنتهي خلال 4 أو 6 أسابيع بالكتير، وده لأنها في خلال الفترة دي بتقوم بتعبئة نسبة 18% تقريبا من الشعب الإسرائيلي، ودي تعتبر نسبة عالية جدا ما تتحملهاش إسرائيل لفترات طويلة. ده غير إن الحالة الاقتصادية في إسرائيل هتقف تماما ويصيبها الشلل في مختلف مجالات الصناعة والتجارة والزراعة. فكانت خطة الشاذلي قايمة على استغلال المحاور ونقط الضعف دي في إسرائيل. وغير كل ده كان للخطة بعد تاني مهم جدا من وجهة نظر الشاذلي، واللي قال عنه: لما أعبر القناة واحتل مسافة بعمق 10 أو 12 كيلو متر بطول الجبهة كلها حوالي 170 كيلو متر، يبقى أنا كده هحرم إسرائيل من أهم ميزتين ليها، وهم أولا حرمانهم من ميزة الهجوم من الأجناب، وده لأن أجناب الجيش المصري هتكون متركزة على البحر المتوسط في الشمال وعلى خليج السويس في الجنوب،
وطبعا مش هيقدروا يهجموا من المؤخرة اللي هتكون قناة السويس، وبالتالي هيضطروا للهجوم من المواجهة، وعندها طبعا هيدفعوا التمن غالي والخسائر هتبقى أكبر. والميزة التانية المهمة في خطة الشاذلي هي ميزة تحييد الطيران الإسرائيلي وإخراجه تماما من المعركة، وده لأن كل حاجة هتحصل في عمق الـ 12 كيلو هتكون في حماية الدفاع الجوي المصري. ونرجع من تاني ليوم 6 أكتوبر 73 وفي تمام الساعة 2:05 ظهرا، ويهجم الجيش المصري ومعاه الجيش السوري هجوم كاسح على القوات الإسرائيلية، وينفذ الجيش المصري خطة المآذن العالية اللي حطها الشاذلي بنجاح غير متوقع. وبحلول الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 7 أكتوبر تكون القوات المصرية حققت نجاح حاسم في المعركة، وتكون عبرت أصعب مانع مائي في العالم وحطمت خط بارليف اللي كان بيقول عنه العدو أنه أقوى خط دفاعي في التاريخ. وكل ده حصل بأقل خسائر ممكنة، بلغت حوالي 5 طيارات و20 دبابة و280 شهيد، بنسبة مئوية تكاد تكون لا تذكر من طيارات ودبابات وأفراد الجيش المصري. وفي المقابل كانت خسائر العدو 30 طيارة و300 دبابة والألاف من القتلى، ده غير طبعا خط بارليف نفسه اللي تحول لماضي وانتهت أسطورته للأبد. والحد كده الدنيا جميلة وماشية تمام، وكل اللي كان عايزه الشاذلي من خطته حصل وأحسن ما كان يتخيل، ولكن القيادة العسكرية السورية تبعت مندوب للقيادة الموحدة للجبهتين اللي كان قائدها المشير أحمد إسماعيل، ويطالبوا بزيادة الضغط على القوات الإسرائيلية في الجبهة المصرية لتخفيف الضغط على جبهة الجولان، فيطلب السادات من إسماعيل تطوير الهجوم للشرق لتخفيف الضغط على سوريا. ولكن الشاذلي يعارض بشدة الفكرة ويرفض تماما أي تطوير خارج نطاق الـ 12 كيلومتر اللي كانت واقفة عليه القوات المصرية تحت مظلة الدفاع الجوي، ويأكد على أن أي تقدم لقواتنا بره المظلة دي معناها أننا بنقدم قواتنا هدية للطيران الإسرائيلي اللي كان لسه قوي وممكن يشكل تهديد خطير لأي قوات برية بتتحرك في العراء بدون أي غطاء جوي. ويقفل الشاذلي الموضوع على كده، ويرفض اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميداني تنفيذ الأوامر، ويتصل بالقيادة العليا ويطلب يكلم الشاذلي عشان يبلغه باستقالته، وبعده بدقائق يتصل بالقيادة اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث الميداني، ويعترض هو كمان وبشدة على التعليمات الجديدة اللي وصلته من القيادة، ويقول له الشاذلي إن هو نفسه معترض على القرار ولكنه مجبر على تنفيذه. ويفاتح الشاذلي المشير أحمد إسماعيل في الموضوع مرة تانية، ويحاول يقنعه بخطورة الخطوة ويبلغه باعتراضات قادة الجيش الثاني والثالث، فيقوم إسماعيل باستدعاء اللواء سعد مأمون واللواء عبد المنعم واصل لحضور اجتماع في القيادة العامة. وفي الاجتماع ده اللي استمر لأكتر من 5 ساعات يكرر كل القادة ومعاهم الشاذلي اعتراضهم على القرار، ويشرح كل واحد فيهم وجهة نظره وأكتر من مرة، ولكن الإصرار كان مستمر من المشير أحمد إسماعيل على تنفيذ الأوامر، ويأكد عليهم بأن القرار سياسي ولازم جميعا يلتزموا به. والحاجة الوحيدة اللي اتغيرت بعد الاجتماع ده هو تأجيل قرار التطوير والهجوم 24 ساعة عشان يبقى فجر يوم 14 أكتوبر بدلا من فجر 13 أكتوبر. وفي صباح يوم 14 أكتوبر يتم سحب الفرقتين 21 و4 مدرعات وتحريكهم للشرق في اتجاه المضايق، ولكن تصطدم القوات المصرية المتجهة شرقا بمقاومة عنيفة جدا من الإسرائيليين، وكمان بتتعمل للدبابات المصرية وبدعم كامل من سلاحهم الجوي اللي كان طبعا بدأ يتحرك بحرية بعد ما خرجت قواتنا من نطاق حماية صواريخ الدفاع الجوي. وللأسف تفشل تماما خطة التطوير زي ما توقع الشاذلي بالظبط، وتخسر القوات المصرية عدد 250 دبابة من قوتها الضربة الرئيسية في ساعات معدودة، وده طبعا بسبب التفوق الجوي الإسرائيلي. ويكون قرار التطوير وبتقدير أغلب المتابعين للشأن العسكري أسوأ قرار استراتيجي أخدته القيادة السياسية، واللي للأسف ضر كتير في سير العمليات بعد كده وأثر بشكل غير مباشر على نتائج الحرب، وده غير إن هو خلى ظهر الجيش المصري غرب القناة مكشوف لأي عملية التفاف، وهو ده اللي حصل فعلا. في لحظة ما كشفت طيارة استطلاع أمريكية وجود ثغرة غير محمية بعرض 25 كيلومتر ما بين الجيش الثالث الميداني في السويس والجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية،
فطبعا يقوم الامريكان بابلاغ القيادة الاسرائيلية اللي لقوها فرصة ذهبية ليهم عشان يقوموا باسرع ما يمكن بدفع 3 مجموعات عبر البحيرات المرة، واللي نجح بعضها في فجر يوم 16 اكتوبر في عبور قناة السويس لضفتها الغربية ما بين الجيشين الثاني والثالث عند منطقة الدفرسوار. وبعبور القوات دي تحصل الثغرة في صفوف القوات المصرية واللي اتعرفت باسم ثغرة الدفرسوار، ويتم نصب جسر لعبور الدبابات والآليات المدرعة الإسرائيلية عشان في يوم 16 أكتوبر يعبر القناة لواءين إسرائيليين، واحد مدرع وواحد مظلات، وتحاول القوة دي احتلال الإسماعيلية، ولكن يتصدى ليهم لواء مظلات وكتبتين صاعقة مصريين ويمنعوهم من الاحتلال، ولكن يتمكن شارون في النهاية من احتلال المنطقة ما بين السويس والإسماعيلية. وفي يوم 17 أكتوبر وعشان نخلص من الأزمة دي يقترح الشاذلي المناورة بالقوات وسحب 4 لواءات مدرعة من شرق القناة، وإنه باستخدام الفرق دي يتم توجيه ضربة لقوات العدو وقفل الطريق المؤدي للثغرة، وبالتالي هيزيد الضغط على القوات الإسرائيلية اللي نجحت في العبور ونقضي عليهم تماماً. وده يعتبر من وجهة نظر الشاذلي تطبيقا لمبدأ من مبادئ الحرب الحديثة وهو المناورة بالقوات، مع العلم ان سحب الاربع لواءات دول ما كانش هيأثر ابدا على وضع فرق المشاه الخمسة المتمركزة في الشرق، ولكن المشير احمد اسماعيل والرئيس السادات ما يقبلوش اقتراح الشاذلي، وسبب الرفض من وجهة نظرهم هو ان الجنود المصريين عندهم عقدة نفسية من فكرة الانسحاب للغرب من ايام نكسة 67، وبالتالي يرفض الاثنين سحب اي قوات من الشرق للغرب. وهنا توصل العلاقة ما بين الشاذلي من ناحية والرئيس السادات والمشير احمد اسماعيل من الناحية التانية توصل لطريق مسدود، ويقرر السادات اقصاء الفريق سعد الدين الشاذلي لفترة مؤقتة خلال الحرب، ويوكل مهمة التعامل مع الثغرة للواء محمد عبد الغني الجمصي. وفي يوم 12/73 يستدعي المشير احمد اسماعيل الشاذلي عشان يبلغه ان الرئيس انور السادات قرر انهاء خدمته كرئيس للاركان، وده اعتبارا من يوم 13 ديسمبر، وان الرئيس السادات اصدر قرار تاني بتعيينه سفير لمصر في البرتغال. وتمر الايام والسنين، وبعد ما يوقع السادات معاهدة كامب ديفيد سنة 1978 ينتقد الشاذلي وبشدة الاتفاقية دي ويعارضها في العلن وفي كل حتة، ويتهم السادات بانه ديكتاتور، ويقرر ان هو يسيب منصبه كسفير لمصر في البرتغال ويروح على الجزائر كلاجئ سياسي. وده على الرغم من ان اكتر من رئيس وملك عربي كانوا عرضوا عليه الاقامة في دولهم، ولكن الشاذلي يختار الجزائر وبرر اختياره ده بانها دولة بتقوم على مبدأ الحكم الجماعي مش الحكم الفردي. وبعد الموقف ده يؤمر الرئيس السادات بالتخلص من كل الصور اللي بيظهر فيها الشاذلي جنبه في غرفة العمليات، وطلب باستبدالها بصور يظهر فيها اللواء الجمصي. وفي سنة 78 يصدر الرئيس السادات مذكراته باسم البحث عن الذات، واللي اتهم فيها الشاذلي بالتخاذل وحمله مسؤولية الثغرة بالكامل. وصفوا ان هو كان راجع منهار من الجبهة يوم 19 اكتوبر ووصى بسحب جميع القوات من الشرق. وده اللي خلى الشاذلي هو كمان بعدها بفترة مش طويلة يصدر مذكراته باسم حرب أكتوبر، ويتهم فيها السادات باتخاذ قرارات خاطئة بالرغم من نصايح كل المحيطين به وتدخله المستمر في الخطط العسكرية أثناء سير العمليات. واتهمه كمان في مذكراته بتضليل الشعب وإخفاء حقيقة الثغرة وتدمير حائط الصواريخ، وإخفاء كمان حقيقة أن الجيش الثالث كان متحاصر لمدة فائت الثلاث شهور. وينهي الشاذلي كتابه ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس السادات وبشكل مباشر بأكتر من تهمة، وهم الإهمال الجسيم وتزييف التاريخ والكذب على مجلس الشعب والشعب المصري كله، وأخيرا إساءة استخدام السلطة. وطبعا كان لازم نقول كلام الشاذلي في مذكراته زي ما قلنا كلام السادات، ولكن في كل الحالات هتفضل الحقيقة الكاملة للي حصل فعلا في غرفة العمليات أو حتى في الثغرة حاجة ما يعرفهاش غير أطرافها اللي حضروها، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى. وعموما وعشان نكمل الحكاية، وبسبب الكتاب ده يتحاكم الشاذلي غيابيا في عهد مبارك سنة 1983، يتحاكم بتهمة نشر كتاب بدون موافقة مسبقة، ودي التهمة اللي اعترف بيها الشاذلي وما انكرهاش، وتهمة افشاء اسرار عسكرية في كتابه، ودي ينكرها تماما الشاذلي على اعتبار ان الاسرار اللي بيتحاكم عليها دي كانت اسرار حكومية مش اسرار عسكرية،
ويطلب ان محاكمته تتعاد وبشكل علني، ولكن طلبه يترفض ويتحكم عليه بالسجن 3 سنين ووضع املاكه تحت الحراسة ومصادرة كل الاوسمة والنياشين الحاصل عليها. ويرجع الشاذلي لمصر في سنة 1992 بعد 14 سنة قضاها في الجزائر، ولكن يتقبض عليه وبمجرد وصوله عشان يقضي فترة عقوبته في السجن، عشان بعد ما يخرج منه يعيش منعزل تماما عن الناس ويرجع لقريته ويعيش كخبير استراتيجي يكتب ويحلل كل اللي بيحصل على الساحة العربية، ويكون أول ظهور ليه في الأضواء من بعد السجن في برنامج شاهد على العصر على قناة الجزيرة يوم 6 فبراير سنة 1999. وتمر السنين وتنتهي رحلة الشاذلي في الحياة، ويجي الأجل في يوم 10 فبراير سنة 2011، وتشاء الأقدار أن جنازة الفريق سعد الدين الشاذلي واللي كانت جنازة عسكرية شعبية مهيبة تتم في يوم 11 فبراير سنة 2011، وده نفس اليوم اللي تم فيه إعلان تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك عن السلطة وتخليه عن منصب رئيس الجمهورية. رحمة الله على كل اسم اتذكر النهاردة، وكل الأسماء اللي قلتها النهاردة في كلامي هم دلوقتي ما بين إيدين ربنا، وأيا كان أخطاء أي واحد فيهم إيه أو حتى إنجازاته فإحنا مش في مجال نحاسب أي حد، ولا أي حد فيهم أصلا هيعرف يرد دلوقتي على أي حساب. أنا بس كل دوري في الحلقة دي هو سرد الحقيقة من واقع ما سجله التاريخ في الفترة دي، وأنا مش مع أي طرف على حساب طرف تاني. فخلينا نقول إن كل فرد اتذكر اسمه في حلقة النهاردة ليه ما ليه وعليه ما عليه، والله سبحانه وتعالى وحده أعلم بالأعمال والنوايا لكل واحد فيهم. ونتقابل في حلقة جديدة وملف جديد هيتفتح على راديو الذكريات، يمكن يكون ملف الشخصية أو ملف العملية، وممكن نتكلم عن حد وطني وممكن نتكلم عن جاسوس. المهم نخلينا دايما على راديو الذكريات عشان نشوف المرة الجاية هنتكلم عن ايه. وطبعا لو مهتم انك تسمعني تاني ولسه مش مشترك في القناة هستنى تشرفني بالاشتراك وتفعيل التنبيهات للكل عشان يوصلك ملفاتنا الجديدة اول باول. شكرا على حسن استماعكم، وكان معاكم احمد شوقي.